السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس عبير سمير. زي ما وعدتكم قبل كده إن إحنا هيكون معانا شغل جديد السنة دي على قناة اليوتيوب، قناتنا كلنا قناة عشاق الساينس، وطبعا ناس كتير كلمتني عن فكرة شرح ديسكفر. فطبعا هنمسك المراحل، عملت بوست كده استفتائي على جروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير، لقيت المراحل اللي معايا كومنتس كتير بتقول لي عايزين شرح ديسكفر سنه ثالثه جريد 3. وطبعا يا ريت يكون الشرح للكتاب كله كامل مش الاجزاء الريليتد بالساينس فقط. وبالفعل هعمل لكم كده بامر الله السنه دي، فتابعوني وعلى قناه اليوتيوب عشاق الساينس عشان يوصل لكم احلى شرح باذن الله بكل تفاصيل الدروس. حاجة احنا في ديسكفر مش شغل حفظ، مش شغل ان انا اسمع لك انا عندي مثلا لايف سكيل او مهارة حياتية اسمها كذا فانت سمع لي دي اسمها كذا، لا مش كده خالص. هو قايم على فكرة اللايف سكيلز او المهارات الحياتية، هديك مهارة زي انك كوبريشن، تتعاون مع اصحابك وهيلب ايتش اذر وتنفذها من خلال اكتيفيتيز اور بروجكتس، مشاريع أنشطة، ودي هتواصل معاكم فيها برضو. والحمد لله طبعا عملت على جروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير الفترة اللي فاتت مجموعة الاكتيفيتيز او البروجكتس او الحاجات اللي عملها الطلبة معايا في مجموعة البرايفت اونلاين سيشنز على الزوم. وبرضو هطلب من كل الطلاب حتى اللي بيحضروني فور فري، الشرح هيكون لكل الناس موجود هنا على قناة اليوتيوب عشاق الساينس، وهقول لكم على اكتيفيتيز تقدروا تشاركوني بيها وتبعتوها على جروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير. طيب احنا عندنا في ديسكفر 3 حاجه اسمها ثيم 1 وثيم 2 في الفيرست تيرم. انا في كتاب ديسكفر السنه كامله عندي فور ثيمز او اربع محاور. كلمه ثيم زي كلمه يونت اللي بتاخدوها في الماث او الانجليش مثلا، كلمه يونت يعني جروب اوف ليسنز، مجموعه دروس. عندي بدل ما هقول يونت انا هقول ثيم المحور. يبقى انا عندي في الفيرست تيرم حاجه اسمها ثيم 1 وثيم 2، عشان لما نقول ثيم 1 ثيم 2 اعرف ان انا بتكلم عن الفيرست تيرم. ثيم 3 ثيم 4 بقيت في سكند تيرم. الثيم بيتكون من 3 شابترز، 3 شابترز، كل ثيم وكل محور فيه 3 شابتر، 3 شابتر 3 فصول. الفصل الواحد فيه 10 ليسونز. يعني انا لو جيت اتكلم ان انا عندي المحور الاول ثيم 1 في 3 شابترز وكل شابتر 10 ليسون، بقى انا معايا 30 درس في المحور الاول و30 زيهم في ثيم 2 يبقى 60 درس في الفيرست تيرم. بس طبعا اغلب الدروس او اغلب الشابترز اللي عندي بتنتهي مثلا في ليسون 7 او 8 و9 و10 غالبا بتبقى زي اكتيفيتيز او بروجكت كتطبيق عملي براكتيكال كده على شغل الشابتر كله. طيب ثيم 1 معايا اسمه Who Am I؟ هما Who Am I؟ أنا أمين؟ Chapter 1 اسمه Making a Stronger Me. Making a Stronger Me. طبعاً كلمة strong لو سألت الولاد هنا، خلي بالكم معتمدين برضو في Discover على فكرة البرينستورمينج، العصف الذهني، إن أنا أطرح مجموعة questions كده و ask a question to the students، أسألهم أسئلة wait for answers، انا انتظر اجاباتهم. مفيش في الديسكفر عندي على فكره اجابه نموذجيه موديل انسر، مفيش عندي اجابه صح واجابه غلط، لا كل الاجابات افيلبل متاحه للطالب. اهم حاجه try to think، انا بشجعه انه يحاول يفكر. فطبعا making stronger me لما اسال حد ازاي تبقى stronger، ازاي تبقى قوي، يا ريت كل اللي هيبدا يتابع الشرح معايا على قناة اليوتيوب عشاق الساينس مع ميس عبير سمير نعمل لايك للفيديو ونعمل شير عشان أصحابنا يستفادوا، وكمان اكتب لي وانت بتشوف الفيديو ده الكومنتس في التعليقات كده أو حد كبير جنبك يساعدك وتكتب لي إجابة أسئلتي وأنا أتابعها كلها عشان أبقى شطار في المادة. هسأل أول سؤال، What makes you a strong؟ مين إيه اللي يخليك قوي؟ إيه اللي تعمله يخلي إن أنت قوي؟ ممكن حد يقول لي مثلا من الاجابات اللي هنتظرها من الطلاب، حد يقول لي eat healthy food، ده انا هاكل اكل صحي عشان my body will be strong. انت صح. ممكن حد يقول لي مثلا doing sport، انا هعمل او doing exercises، انا هعمل تمارين، هعمل رياضه، هتدرب على رياضه معينه. انت برضو صح.
في حد مثلا ممكن يقول لي I'll make good behavior أو I'll respect my family, I'll respect my friends, أنا هحترم أصحابي, I'll share ideas, هشارك أفكاري معاهم, هحترم الناس وهي بتتكلم, listen to others, هستمع للآخرين, مش هقلل من رأي حد, هحترمه. يبقى أنت برضو كده strong. نبدأ نتكلم عن lesson one. Lesson one هو life skills زي ما قلت قبل كده. From the life skills أو المهارات الحياتية اللي هي something we practice. Positive behaviors, سلوكيات جيدة إحنا بنتعود وبنعود نفسنا عليها, بندرب نفسنا عليها. طبعاً بسأله شوية, طب تفتكر إيه اللايف سكيلز اللي ممكن تعملها في حياتك عشان تبقى هيلثي وتبقى سترونج؟ ما أنت قوي برضو بالبوزيتيف أو بالجود بيهيفير. أنا معايا كلمة بيهيفير هنا سلوكيات. السلوكيات الصح إيه الإكزامبل اللي أنا ممكن أعملها؟ إيه اللايف سكيلز اللي ممكن أتعاون فيها أو إيه المهارات الحياتية اللي لازم تكون عندي؟ أول لايف سكيل معايا في lesson 1 اسمها collaboration. اسمها إيه تاني؟ collaboration. زي ما أنا شايفة في team member أعضاء فريق بيرفعوا سوا يافطة اسمها collaborative team, طريقة تعاون. وشايفة تاني زي ملخص فيديو صغير قدامي في ناس كتير, حد قاعد قدام اللاب بتاعه, حد بيفكر, حد بيعمل حاجة, كلنا بنتعاون مع بعض. فمن الفيديوز ده هسأله what is the meaning of collaboration, what is the meaning of collaboration. انت تفتكر يعني ايه كلمة collaboration من الحاجات اللي شايفها in front of you؟ هيقول لي اه ده معناها الكوأوبريشن اللي درسته في سنة تانية, لان discover تانية كان في جزء كبير بيتكلم عن الكوأوبريشن, ازاي نتعاون ونساعد بعض. حتى اللي ما ركزت كده وما فتحش الكتب السنة اللي فاتت ما تقلقوش, دايما لو في حاجة متصلة بالمنهج معانا هنتكلم فيها, مش هنسيب, مش هنقول اتشرحت خلاص السنين اللي فاتت. فcollaboration means how to help each other, ان احنا work together, نشتغل سوا like a team كده, شغالين كفريق واحد, help each other, بنساعد بعض. ده ابسط معنى للcollaboration. تعالوا نشوف فيديو صغير يوضح للولاد معنى الcollaboration او معنى التعاون, وhow to work together like a team, ازاي تشتغلوا مع بعض في فريق واحد, ازاي help each other. زي ما شفنا هنا يا أولاد إن إحنا عندنا إيه؟ كان فريق النمل ده كل واحدة لوحدها, وفي نملة جي إنمي أو عدو بس ما عرفتش تتصرف معاه, لكن لما كلهم اتجمعوا وورك توجذر أز تيم, اتجمعوا كفريق واحد, help each other, ساعدوا بعض, collaborate, تعاونوا وساعدوا بعض, قدروا إن هم يكسبوا الإنمي أو العدو بتاعهم. تعالوا let's move to another video. مجموعة بينجوين لقوا كده في سمكة قرش جاية, في شارك, فده دينجر, حاجة خطيرة بتواجههم. هل كل واحد هيفكر يجري ويهرب لوحده؟ لا, هيفكروا work together as a team. بصوا لما تجمعوا في حتة فريق واحد عرفوا ينتصروا. يبقى it's smarter to travel in a group, الذكاء ان انا اشتغل في فريق مش لوحدي. يبقى أول life skill أو مهارة حياتية أنا خدتها في lesson 1 النهاردة اسمها collaboration. What is the meaning of collaboration؟ معناها إيه؟ معناها work together. طبعاً بعد الفيديوز اللي الولاد شافوها أكيد هيفهم إن إحنا help each other, cooperation, نتعاون ونساعد بعض. life skill التانية اللي معايا في lesson 1 اسمها communication. يعني إيه من الصور اللي أنت شايفه؟ What does it mean؟ يعني إيه كلمة communication؟ معناها talking clearly and understanding, نتكلم مع بعض بكل وضوح, نفهم بعض. الـ communication زي ما احنا شايفين أنا ممكن أوصل لك فكرتي من غير ولا تشوفني ولا أشوفك,
through reading and writing. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو في أنا author أو مؤلف كتب قصة مثلا، فأنا من خلال إن أنا قرأت القصة، when I read the story I feel happy or sad. ممكن أعيط، ممكن أحس إني زعلان، أو في الموقف situation ده أنا فرحان قوي. وصلتني أفكار الأوثر أو المؤلف بتاع الكتاب أو القصة، أنا ما شفتوش أبداً، بس هو عمل كوميونيكيت دلوقت، هو قدر يتواصل معايا، قدر شير ideas، يوصلني أفكاره through reading and writing. كتب حاجة فأنا قريتها ففهمت هو كان بيفكر في إيه. فدي من الways of communication، وسائل الاتصال والتواصل. في way تانية أو طريقة تانية through art، من خلال الفن. يعني أنا ممكن ما بعرفش أرسم بينجوين البطريق ده، فنزلت فيديو لبينتر كده، حد بيتعلم يرسم أو حد بيعرف يرسم رسم يعني، وراح علمني بالستبس اللي انتوا شايفينها قدامكم في الفيديو ازاي أرسم بينجوين. يبقى هو وصل لي فكرته، وصل لي فنه through art، من خلال الفن ده، من غير ما أنا أشوف البينتر أو الرسم ده. يبقى ده عمل كوميونيكيت كمان، قدر يتواصل معايا، شير ايدياز، يعني شاركني افكاره، علمني ازاي ارسم الحاجه اللي هو بيعرف يرسمها ثرو ارت، من خلال الفن اللي عرضه لي وانا شفته. طب هل انا اقدر، ده سؤالي بقى للولاد، يا ريت نكتب في الكومنتس قبل ما اجاوب، هل اقدر اعمل كوميونيكيت واتواصل مع حد واوصل له افكاري، او اوصل له واعرفه انا حاسس بايه دلوقتي without speaking، من غير ما اتكلم ولا كلمه؟ Yes or no؟ اكتبوا لي في الكومنتس. تقدر تعمل communicate وتتواصل مع حد through communicate with each other بس without speaking، من غير ما اتكلم ولا كلمة؟ اقدر. Yes I can. ازاي؟ through body language. Body language. Body language من خلال الاكسبريشن، من خلال ان انا وانا قاعد مع حد ممكن من كتر ما انا زعلان يبان على وشي اني حزين، أو أبقى فرحان قوي ومبسوط من حاجة وبضحك وببتسم سمايل. فحد يشوفني من غير ما أتكلم أي كلمة without speaking، هيعرف أنا فرحان ولا زعلان، happy or sad through body language. يبقى أنا عندي many ways، كل دي بنسميها يا أولاد، بنسميها ways to communicate. Ways to communicate، إزاي أتواصل مع حد، أوصل أفكاري لحد، ممكن through reading and writing, through art، ممكن يكون through body language، من خلال الاكسبريشنز اللي بعملها. فبالتالي هو قدر يوصل له أفكاري من غير ما أتكلم without speaking. إيه بقى الـ third life skill؟ يبقى أنا حتى أول life skill، مهارة حياتية في lesson one، قلنا إن اسمها collaboration، نتعاون مع بعض، work together, help each other as a team. الثانية في اللايف سكيل كان اسمها كوميونيكيشن، إن إحنا نوصل أفكارنا مع بعض، التواصل. أقدر أوصل أفكاري إن أكتب حاجة حد تاني يقرأها، أقدر برضو إن أرسم حاجة ومن خلال فني through art الولاد يفهموا أنا كنت معبرة عن إيه، أو إيه أفكاري في رسم اللوحة دي، أو من خلال اللوحة اللي شافوني رسمها. ممكن through body language يشوفوني بقى زعلان فرحان من خلال body expression أو التعبيرات اللي على وجهي من غير ما أتكلم without speaking. الثيرد لايف سكيل والمهارة الحياتية الثالثة معايا في discover سنة ثالثة السنة دي self management. self management يعني إيه؟ أنا لو سألت حد ممكن يقول لي يعني إيه self management أصلاً؟ دي كلمة كبيرة قوي عليا يا ميس. هقول لك زي الحاجات اللي شايفها، كل الولاد بيحبوا الكوره، فمثلا زي محمد صلاح از فيمس بلاير، لاعب كوره مشهور جدا، هو عنده هدف، عنده جول، عنده هدف بيسعى انه يوصل له ويحقق. هل تفتكروا كان النهارده عنده الجول البيج جول ده، الهدف الرئيسي الكبير في حياته الاساسي، انه يبقى فيمس بلاير ولاعب مشهور، نام صحي تاني يوم بقى فيمس بلاير؟ أكيد لا. هو عمل بلان، عمل خطة لنفسه. يبقى السلف مانجمنت، أو إزاي إن أنا أعمل سلف مانجمنت، إن أنا أول حاجة برتب نفسي، set a goal أو task، أنا بحدد big goal، هدف كبير، make a plan،
أبدأ أكتب خطة 1 2 3 أنا لازم أعمل كذا وكذا وكذا. هو الحاجات اللي أنت بتكتبها في خطتك دي مش البيج جول بتاعك، مش الهدف الكبير اللي عايز تحققه وتوصل له، دي سمول جولز. بعمل شوية أهداف صغيرة أكتبها لنفسي إني هحققها to reach the big goal. وأنا لو اشتغلت على السمول جولز والأهداف الصغيرة reach big goal، زي إيه مثلا؟ زي improve my skill by exercising and practicing، هعمل تدريبات وأنشطة رياضية وأروح أتمرن وأتدرب كل يوم وأجري. أنا ده إن أنا بعمل exercising وبتدرب، هو ده مش هدفي، ده مش البيج جول، لكن ده اللي هيوصلني لهدفي. ده السمول جول بتاعي ان انا اكون حريص كل يوم اعمل اكسرسايزنج واتمرن واتدرب واكل كويس وهيلثي فود عشان في الاخر اوصل للبيج جول. طب انا يا ميس مثلا مش بحب الكوره، بس انا البيج جول بتاعي في جريد 3 ان انا اذاكر عشان انجح، انا عايز انجح، يبقى البيج جول بتاعي ايه؟ سكسس and turn it to grade 4، انجح واخش في grade 4. طيب انت ده البيج جول بتاعك، شايفين الولاد بيعملوا بلان خطه، وهنا هبدا امسك ورقه وقلم وابدا ميك ا بلان، بعمل خطه. يعني ايه ميك ا بلان؟ سيت سمول جولز، حط لنفسك اهداف صغيره انت هتحققها. ان انا مثلا ايه، لو سالت الولاد دلوقتي تو سكسس عشان تنجح انت لازم تعمل ايه كل يوم، هيقول لي اه جو تو سكول، انا هروح المدرسه عشان احضر دروسي افهمها، اي ليسن تو ماي تيشرز، هسمع المدرسين واهتم بكلامهم وهسمع لشرحهم عشان افهم دروس. هيقول لي مثلا ستدي ماي ليسنز، هدرس هذاكر، دو ماي هوم ورك، هعمل واجبي افري داي عشان لما يجي يوم الامتحان اقدر احل وريتش ماي بيج جول، اوصل لهدفي الكبير ويتش السكسس ان انا هنجح. يبقى انت عملت سمول جولز، نظمت نفسك، سيلف مانجمنت اداره الذات او تنظيم النفس، عملت ست سمول جولز حددت وكتبت في البلان وفي خطتي اهداف صغيره لما اعملها واحققها ريتش ذا بيج جول، عرفت اوصل للهدف الكبير واحققه فعلا. ده اللي اسمه سيلف مانجمنت، لما تعمل خطة لنفسك عشان توصل لهدفك الكبير انت كده في سيلف مانجمنت. تمام، احنا كده خلصنا مع بعض ليسن 1. ليسن 1 نفتكر سريعا كان بيتكلم عن ايه، عن 3 life skills in our life او 3 مهارات حياتية. طبعا انا ما خلصتش كده، ده في باقي في بقية الليسنز الجاية، بس عشان بقاش كتير علينا احنا اللي هنعمله النهاردة كالآتي. هنراجع ممكن في نوتبوك او في كشكول عندك، تبدأ تكتب لي اللايف سكيلز التلاتة اللي خدناها النهاردة. أول واحدة اسمها كولابوريشن، وممكن أكتب جنبها كلمتين ورك توجذر، مامي وبابي يساعدوني بقى أخواتي الكبار، يعني هشتغل هنتعاون هنساعد بعض. يجي بعد كده السكند لايف سكيل اسمها كوميونيكيشن، إن إحنا نتواصل مع بعض، نتكلم مع بعض، نفهم بعض. ثالث لايف سكيل اسمها سيلف مانجمنت، يعني ان انا اعرف اداره الذات، اظبط نفسي، انظم نفسي، سيت سمول جولز او ورك ان سمول جولز تو ريتش بيجر جول. انا عايزه احدد لنفسي هدف كبير، انا مثلا عايزه انجح، وده الاكتيفيتي اللي انا طالباه النهارده. تقدروا تبعته لي وتتواصلوا معايا على طريق جروب او عن طريق جروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير. هتجيب ورقه، وانا ان شاء الله باذن الله بعد كده كل اكتيفيتي او بروجكت هطلبه منكم مشروع هعمل لكم نموذج، هبعت لكم او هوريكم خلال الفيديو نموذج لطلبه في جروب الاونلاين معايا عملوه، سواء فيديو سواء بروجكت اكتيفيتي مشروع مكتوب، هوريه لكم عشان اساعدكم واعرفكم ايه الهدف وازاي ان احنا نعمل البروجكت او الاكتيفيتي ده سوا. هنبعت الاكتيفيتي بتاعنا على جروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير، وانا هنشره لكم على طول مع كتابه اسم الطالب. تمام، ايه الاكتيفيتي المطلوب مني؟ سيت ا جول او سيلف مانجمنت، ودي هنحقق الصراحه فيها كذا حاجه. انا هحقق الثري لايف سكيلز او الثلاث مهارات الحياتيه اللي انا خدتها النهارده من خلال البروجكت او الاكتيفيتي اللي طالباه منكم النهارده.
اولا احنا ممكن ما نكونش بنروح المدرسه دلوقتي، بس احنا عندنا our family member يعني اعضاء عيلتنا، افراد اسرتنا، بابا وماما واخواتي او اصحابي او قرايبي، اقدر اعمل collaboration، نتعاون مع بعض ونبدا يبقى في communication ما بيننا، في تواصل ما بيننا، نقعد نتكلم عن البروجكت وازاي نساعد بعض في اننا نعمله. يبقى انا كده عملت collaboration وساعدنا بعض واشتغلنا as a team في فريق واحد. communication، share ideas، نقعد نفكر طب يا ترى ايه المشروع اللي هنتكلم فيه، الاكتيفيتي هنعمله ازاي. life skill التالتة اللي اسمها self management، تظبط نفسك ووقتك كده ان انت تعمل ايه، او ادارة الذات، انك تبدأ تكتب لي البيج جول، ويا ريت يا ريت لو في صور ورسومات نرسم بقى ونلون الوان حلوة، او نحط صور من اي كتاب او مجلة قديمة. يعني في ناس هبقى اوريكم البروجكت بتاعها السكند فيديو باذن الله، كان هدفه انه ينجح في المدرسه، فحط لي صوره ولد بيروح المدرسه وصوره ولد بيذاكر دروسه او بيعمل الهوم ورك بتاعه، في الاخر جاب الشهاده. يبقى البيج جول بتاعي سكسس مثلا ات جريد 3، انجح في سنه ثالثه. السمول جول تكتب لي السمول جول بتاعك، مثلا حط لي صوره بقى جو تو سكول ستادي، وهكذا بقى على اي جول. حد كان نفسه يطلع طيار، حد نفسه يطلع بروجرامر بيبرمج كده وبيعمل برامج معينه، حد نفسه ان هو يطلع بلاير فيمس بلاير ولاعب مشهور، هتكتب لي البيج جول الهدف الكبير اللي نفسك ريتشت او توصل له، والسمول جولز الحاجات الصغيره اللي انت حاليا هتشتغل على نفسك عليها عشان ريتش او توصل وتحقق البيج جول بتاعك. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، فهمتوا ليسن 1. احنا كده خلصنا ليسن 1 من شابتر 1 ثيم 1. شابتر 1 اللي اسمه ميكينج ا سترونجر مي، ازاي اخلي نفسي قوي، من ثيم 1 خلصنا ليسن 1 اللي اتكلمنا عن فيه عن 3 لايف سكيلز مع ميس عبير سمير على قناة اليوتيوب، قناتنا قناة عشاق الساينس. هنتظر الاكتيفيتيز، وطبعا هقول وهكرم كل الطلبة اللي هتشترك معي. مع السلامة.